بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة الشيخ جهادية، السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، أيها الحضور الكريم، يشرفني أن أرحب بكم جميعا في هذه الندوة العلمية التي تأتي ضمن فعاليات الدور 17 للمهرجان الوطني للفروسية التقليدية، طبعا تنظمها جمعية السلام للفروسية التقليدية بشراكة مع المجلس الجماعي لمدينة الشيرة الجهادية. نحن اليوم على موعد مع رحلة مميزة عبر تاريخ وتراث قبيلة كسيمة، التي تعتبر إحدى القبائل العريقة التي تتميز بتراثها الغني المتوارث عبر الأجيال، وتشتهر بتاريخ طويل ومجيد في مجال الفروسية التقليدية، حيث تعد جزءا لا يتجزأ من هوية القبيلة وثقافتها. وتشكل الفروسية التقليدية المعروفة باسم تبوريدا وبالأمازيغية باسم أموال أحد أهم مظاهر التراث الثقافي في قبيلة كسيمة، فهي ترمز للشجاعة والبطولة وكذلك للكرامة، وكانت تمارس في الماضي كجزء من الاستعدادات العسكرية لتصبح اليوم جزء من الاحتفالات والتعبير عن الأفراح في المناسبات والمهرجانات الوطنية. ومن أجل تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ جامع الزهر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، كما نرحب كذلك بالأستاذ الطالب الباحث نور الدين تيمتا. الهدف من هذا الندوة هو تسليط الضوء والغوص في تاريخ الفروسية التقليدية بالمنطقة بكسيمة، وخاصة الشيرة الجهادية هي نموذج. شاب من شباب المنطقة الأستاذ نور الدين تيمتا، من مواليد سنة 1987 بمدينة أكادير، قادم بمنطقة مزار بأيتمنلوب، حيث كانت سنوات الدراسة الابتدائية إلى أن حصل على شهادة البكالوريا علوم إنسانية سنة 2008. درس بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بأكادير تخصص تجارة، ثم بعد ذلك تحصل على الإجازة في علم الاجتماع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن زهر سنة 2016. وفي سنة 2024 تحصل على ماستر في الدراسات الصحراوية والأفريقية بنفس الكلية، وهو أيضا مهتم بالبحث في تاريخ منطقة سوس، حيث يقدم محتوى على منصة يوتيوب من خلال قناة سوس العالمة، وأقل ما يمكن أن يقال عنه محتوى جد متميز يقربنا كثيرا بمجموعة من الأحداث التاريخية بمنطقة سوس. شكرا سي محمد تيمتا، ومنكم إن شاء الله غادي نتلقوا الرحلة ديالنا عبر تاريخ كسيمة من خلال مداخلتكم التي تحمل عنوان أموال الجذور الأمازيغية والامتداد التاريخي. نتمنى لكم جلسة غنية بالنقاشات المفيدة. كما نطلع إلى تبادل الأفكار والرؤى حول هذا التراث العريق الذي لا يزال يضيء حاضرنا ويرسم معالي مستقبلنا، فأتمنى لكم أمسية تاريخية أو رحلة تاريخية متميزة. تفضل معنا أستاذ محمد الميلود. شكرا أستاذ ميلود، سيادة الجلسة الإعلامية. مساءكم سعيد، الشكر الجزيل للمجلس الجماعي الشيرة الجهادية، الشكر لجمعية السلام الفروسية التقليدية، الشكر لكل المساهمين في هذا اللقاء اليومي المتميز. أيها الحضور الكرام، إذن لعل أول ما يتبادر إلى ذهن العامة من المجتمع عند الحديث سواء عن التراث أو الفنون أو العلوم أو غيرها من الأمور التي
تحضر في الفترة الراهنة ومرتبطة بمعرفة الإنسان وممارساته فيما يخص الحياة الاجتماعية والثقافية، هو سؤال مرتبط بالدرجة الأولى بتأصيل التاريخ لكل هذه الممارسات الحاضرة في المجتمع، وأموال أو الفروسية أو الطهرلة واحدة من الفنون التراثية التي تحمل في طياتها إرث تاريخي عريق تمتد جذوره صراحة لفترات مغلة في التاريخ. لهذا عنوانت هذه المداخلة البسيطة بأموال الجذور الأمازيغية والامتداد التاريخي، حيث يمكن الانطلاق من أسئلة محورية تفتح المجال للتعرف على جذور هذه الممارسة أو هذا التراث، وستكون فقط مجموعة من الإشارات وفق كرونولوجيا تاريخية بداية من التاريخ القديم، لأن مقاربة هذا الموضوع صراحة يحتاج لدراسات كثيرة يمكن من خلالها تحقيق تراكم بحثي مهم بخصوص الموضوع. إن أول سؤال يمكن الانطلاق منه لكي نستطيع البداية من العام إلى الخاص، أي من المعطى الجغرافي الواسع موطن الأمازيغ شمال إفريقيا إلى المعطى الجغرافي الضيق قبيلة بسيمة، هو ما هي علاقة سكان شمال إفريقيا بالخيل ومتى بدأت؟ يعود حضور الحصان في شمال إفريقيا إلى 1600 سنة قبل الميلاد، أي 15 قبل الميلاد، ويشار حسب علماء المتحجرات الحيوانية في الأبحاث التي أجريت بين سنتين 1989 و 2002 أن الأمازيغ من بين أول الشعوب التي قامت بترويض الأحصنة، وذلك لاستعمالها في الصيد والحروب والتنقلات التجارية. وهذا ما ستؤكده الحفريات وأيضا الأبحاث المرتبطة بتحليل الحمض النووي وكذا النقوش الصخرية. وعلى ذكر النقوش الصخرية لن نذهب بعيدا عن منطقة ناسوس، ففي سنة 1934 ميلادية سيشير أندري برولمان إلى وجود نقوش صخرية تعود لفترة الليبيكو بيربير في منطقة إغر بالأطلس الصغير بالموقع المعروف بورمداز، وهي رسوم تصور فرسانا بدون سحر. وفي سنة 1966 ميلادية أعاد روبرت ليتان الإشارة إلى الموقع نفسه ولكن إلى نقوش أخرى وسط نهر صغير يسمى شيخ إليمينيف، تصور لنا فرسان وإلى جانب حروف تفينا. سنة 2016 سيتم إعداد سجل خاص بمواقع النقوش الصخرية المتواجدة بمنطقة تفرعون، حيث سيسجل فريق البحث مواقع نقش عليها أحصنة وفرسان. ففي جامعة تفرعون موقع أسيف الحيل وجدت أحصنة وفرسان إلى جانب أشكال هندسية أخرى. أما في موقع يسمى ترزوت وجدت نقوش لفرسان فقط، ويرجح أن هذه النقوش تعود وهي نفسها لفترة الليبيكو بيربير، وتجسد هذه النقوش مشاهد الصيد، أي أن الأحصنة استعملت للصيد أو في الصيد، بالإضافة إلى طقوس مرتبطة بالمعتقدات. في دراسة مهمة لأليساندرا برافين لموقع آخر وهو موقع الجيدا بالشريط الساحلي أبيو أحواز تيزنيت، حيث توجد تقريبا 257 نقش صخري موزع على ثلاثة مواقع. موقع الجيدا يتوفر على 69 نقش من الفرسان وأربعة من الأحصنة. موقع بوتاريكت يوجد فيه نقش لفارس وأربعة أحصنة إلى جانبه، وكذلك موقع تيمزدون يوجد فيه شخص يمتطي حصان بالإضافة إلى وجود فارس بقربه. كانت هذه فقط إطلالة بسيطة حول الفروسية وعلاقة أجدادنا في العصور القديمة كمواضيع من خلال النقوش الصخرية الحاضرة أو المكتشفة لحد الساعة في سوس، وهذا ما يوضح العلاقة الكبيرة والارتباط الكبير التي كانت لأجدادنا مع الأحصنة بشكل عام. السؤال الثاني في هذه المداخلة
يخص الحصان في شمال إفريقيا أو ما يسمى بالحصان البربري. حسب الدراسات فإن الحصان البربري ينحدر من الخيول البرية التي عاشت في شمال إفريقيا، ويرجح أن هذه السلالة نجت من العصر الجديد واستطاعت أن تتكيف مع الظروف المناخية الجديدة، لهذا فهي تتميز بالقوة والصلابة ولها قدرة كبيرة على التحمل. أشار غابرييل كام في كتابه الأمازيغ ذاكرة وهوية أن الملك الأمازيغي باكا حاكم مملكة موريتانيا أي المغرب قام بدعم الملك ماسينيسا وهو حاكم مملكة ماسيسيليا التي تقع غرب الجزائر في القرن الثالث قبل الميلاد بأربعة آلاف فارس. هذه الإشارة تفيد لمكانة كبيرة للفروسية لدى شعوب شمال إفريقيا أمازيغ في الفترة القديمة. وقد أوضحت الكتابات الكلاسيكية كذلك مكانة الحصان البربري. فقد قامت بريطانيا في القرن السابع الميلادي من استيراد هذه الخيول، وذلك بغرض استعمالها في الحروب والسباقات، ولم يقتصر حضور الحصان البربري فقط على بريطانيا، بل تواجد كذلك في كل من جنوب فرنسا وإسبانيا ومناطق مختلفة من أوروبا. وتبرز مكانته أيضا من خلال لقب أثرية، حيث نقش الحصان البربري على العملات المدينية في المنطقة إلى جانب الملوك الأمازيغي، وذلك في فترة ما قبل الميلاد. في القرن الأول قبل الميلاد أشار المؤرخ سترابون أن الفرسان في المنطقة كانوا يستعملون خيول سريعة وصغيرة الحجم، حيث تم ترويضها بشكل جيد وتتبع أصحابها دون أن تقل. وهنا يقصد سترابون الخيول البربرية، وتجدر الإشارة أنه أثبتت العلوم التي درست مورفولوجيا الأحصنة البربرية أو هيئتها الفيزيولوجيا أنها تتميز عن باقي الأحصنة في العالم بأن نخاع الشوكي يتشكل من 5 فقرات فقط، عوض 6 فقرات لدى باقي الخيول الأخرى في كل أرجاء العالم، حيث أن الفقرة السادسة تعتبر نقطة ضعف، وهذا ما يجعل الحصان البربري يتميز بالسرعة والقدرة على التحمل بشكل كبير. أي أن الحصان البربري يتوفر نخاع الشوكي على 5 فقرات اختلافا مع بقية الأحصنة أو السلالات المتوفرة في أرجاء العالم، وهذا ما يعطيه ميزة أكثر من الأحصنة الأخرى. أما المؤرخ هيرودوت فقد تحدث هو أيضا عن الأمازيغ وبأنهم هم من علم الإغريق قيادة وركوب العربات التي تقودها الأحصنة، حيث كانوا بارعين في الترويض والركوب والقيادة. هذا فيما يخص الفترة القديمة إلى حدود ما أشارت إليه الكتابات الكلاسيكية مع هيرودوت في القرن الخامس الميلادي. وأشارت هذه الكتابات أن القوى الخارجية القادمة من الشمال أي من روما الرومان وأوروبا عمدا لم تكن تجرؤ على تجاوز حاجز نهر أبي رقرق، وذلك لقوة الفرسان الأمازيغ، حيث كان يشار إلى هذه القبائل بأسماء أوتوبول، كيتور، ليبيين، المصاتيين نسبة إلى نهر مسا، والدرعيين نسبة لواد درعا. هذه المجموعة البشرية التي كانت تستقر في المنطقة. واستمرت الفروسية عند أجدادنا الأمازيغ إلى الفترة الوسيطية ثم الحديثة، حيث أشار حسن الوزان في القرن السادس عشر الميلادي إلى العدد الكبير من الفرسان عند القبائل الأمازيغية كزناتا إزنات وهوار، وذكر عدد قدره بحوالي 60,000 فارس لدى قبائل زناتا، وهذا عدد مهم وكبير في هذه الفترة. ثم في فترة تاريخية متقدمة اصطدم الاستعمار الفرنسي بمقاومة كبيرة من قبل القبائل المغربية، حيث أبانت هذه القبائل عن قوة كبيرة من خلال فرسانها وتنظيمها العسكري. وخير مثال على ذلك مجموعة من المعارك التي دارت داخل منطقة سوس، كمعركة إيغالف، معركة أيضا الله بقيادة المقاومة الكبيرة بلازابور، حتى أن فرسان سوس ومنهم فرسان من قبيلة أكسيما كانوا ضمن حملات
صراع الدولة العلوية مع التائر الجيلاني من عند سلام جيل الزربون المعروف بالبوحمرة أو الروكي، وكان في قيادة هؤلاء الفرسان القائد النجم الأخصاصي، حيث أن كتيبته هي من ألقت القبض على التائر. كانت هذه فقط كرونولوجيا تاريخية حول علاقة الأمازيغ بالفروسية، حيث ستتحول الفروسية من إطارها الحربي أو العسكري والاستعانة بها في أشغال الحياة اليومية كالصيد والزراعة والتنقل والتجارة إلى غير ذلك، حيث تعتبر هذه العلاقة وطيدة وكبيرة ولها امتداد تاريخي طويل قديم قدم التاريخ. السؤال الثاني في هذه المداخلة يخص حضور الفروسية كتراث أو كرياضة داخل القبيلة، حيث يتدخل هنا ما هو تاريخي وما هو سوسيولوجي وما هو أنثروبولوجي. وأحببت أن أنطلق من المفردات اللغوية المحلية المرتبطة بالفروسية، ففي سوس تسمى أموال أو تغزوت، كلمة أو طهورية تغزوت مفهوم مصطلح مرتبط بالقبائل المتواجدة جنوب سوس، انطلاقا من ماسا إلى إطبع مران إلى تكنا جنوبا. سأقف عند كلمة طهورية، حيث اختلف لغويا عن أصل الكلمة، هل هي من البارود كلمة العربية أو من إبورد الكلمة الأمازيغية، حيث بحثت عن أصل الكلمة في المعاجم الخاصة باللغة الأمازيغية فلم أجد إشارات، لكن كان حضور الكلمة في الشعر الغنائي الأمازيغي، حيث نقول إبورد ويس في الإشارة إلى الجري المتناسق والجميل للأحصنة، ولا نقول إبوردورا بل نقول إزعردورا، هذا في الإشارة يمكن لأصحاب التخصص في اللسانية مقاربة هذه المفردات والبحث فيها أكثر، لأنه توجد مجموعة من المفردات المنضطرة والتي تنساها الناس بفعل المثقفة اللغوية. ونشير في اللغة المحلية إلى الحصان في المنطقة سواء بأجمار أو أيس. أما فيما يخص الأسلحة فنعلم جيدا أنه بعد اختراع البارود والأسلحة النارية تم استبدال الرماح والسيوف والتخلي عنها إلى حد ما واستبدالها بالأسلحة النارية. على ذكر البارود قمت باستقصاء بسيط من خلال الرواية الشفوية، حيث وجدت أنه حتى النساء كانت تساهم في عملية صنعه، حيث يتكون من ملح نهري يسمى أبرسل ثم الكبريت، بالإضافة إلى نوع من النباتات التي تنتمي إلى الفصيلة تفلية تسمى باللغة الأمازيغية المحلية أليلي، حيث يعد المسحوق كما يعد الكسكس. الملح النهري أبرسل يوضع في المقفول تيكينت، أما الكبريت وأعواد أليلي توضع في الكسكاس ويفور ثلاث مرات كما يفور الكسكس، ويمكن أن تقوم بالعملية النساء إلى جانب الرجال. الآن سأنطلق إلى بعض الإشارات حول الفروسية في قبيلة أكسيوم، حيث أنه للأسف لم تدون العديد من الأشياء حول الموضوع إلى بعض الإشارات القليلة في عند مختار السوسي في كتاب المسلم وكتب أخرى كتبت عن تاريخ المنطقة. وجاء الإعلام المختار السوسي في حديثه عن الصراعات السياسية والعسكرية داخل القبيلة أو في مقاومة أهل القبيلة قبيلة أكسيما للمستعمر الفرنسي، بالإضافة إلى أنه هناك مجموعة ما احتفظت به الذاكرة الجماعية. أشار المختار السوسي في الجزء 14 من المسؤول إلى الصراع الذي كان دائرا بين عيد الحج الشعبي وأبناء عمومتين أي تلحيان حول السلطة، حيث قال أن القيد الحج حمد التحق بفرسانه بالباشا حمو، وفي إشارة أخرى أنه بعد واقعة أبو حميد وهي الواقعة المشهورة في شتوكة عندما توفي الحسن الأول وانقلبت القبائل على القيادة المعينة من قبل المخزن، أن
حيث روحان في هذه الواقعة رفض المزيمية التخلي عن قائده ودافعوا عنه بضرب وبفرسانه وأسلحته. وهذا ما يدل على تميز قبيلة أكسيما في الفرنسية في مجال الحرب والمجابهة والدفاع عن كيانات القبيلة الاجتماعية والسياسية. وعلى ذكر القبيلة، حيث كان أشهر قادتها محمد الحشبسي والذي كان جد أيت بزين حسين بزين من تشيرة، يشغل منصب القائد العسكري وصاحب المهام الصعبة. من خلال ما طلعت عليه من الرواية الشفوية فقد كان رجلا شهما وصلت به الدرجة أن يعصي في العديد من المرات أوامر القائد الأخلاقية. ولا شك أن حفظ عائلة بزين على هذا المورد لم يأتي من فراغ، بل كان إرث أجدادنا وأجدادهم، لهذا نفتخر بهم ونشكرهم من هذا المنبر. وهناك عائلة أخرى والتي تنحدر من منطقة طمزار توزعت فيما بعد على بلدة القبيلة كطرس والتشيرة، وهي عائلة بيقندر، حيث كان جدهم الحسين بيقندر يقوم في نفس الفترة يعني فترة القائد محمد الحج بالعمل جمركي، حيث كان يراقب القوافل التجارية التي تدخل إلى سوق إنسكان، وهو الذي عرف باهتمامه بالأحصنة وركوبها. وهناك في القبيلة عائلة أخرى، عائلة الأشراء، عائلة جوغو، بالباهي، طنجو بالمزار، وغيرها من العائلات. في الأخير يمكن أن أختم هذه المداخلة البسيطة عن الجذور التاريخية لهذه الممارسة بتوصيات أو بتوصية أو بمقترحات تخص الجانب التاريخي والعلم، حيث أنه للأسف هناك غياب كبير لمحاولة تدوين ما توفر أو ما توفره الذاكرة الجماعية في المنطقة بخصوص هذا المورد الثقافي، حيث يمكن البحث في زوايا أخرى تاريخية تخص هذا المورد الكبير، حيث أنه الأمر يحتاج إلى مقاربة معددة تاريخية وأنثروبولوجية وعلمية. وهذه دعوة للباحثين في مختلف التخصصات إلى المساهمة بمقالات ولما لا محاولة إنتاج أو كتابة كتاب جماعي حول هذا التراث، ولما لا تكون هذه الندوة منطلق هذا المشروع البحثي المهم. أتمنى أن تكون مداخلتي في مستوى التطلعات، وأن أكون قد ساهمت ولو بقليل في هذا العرس العلمي التراثي الكبير. ومرة أخرى شكرا لكم.